بسم الله الرحمن الرحيم. ليلى المكوم المرنسي رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية، ننظم اليوم هذا النشاط الاجتماعي الخيري دائما في إطار المساعدة الاجتماعية، تخلله إفطار لفائدة أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تلته سهرة دينية قدسية بحضور تلة من الفنانين الكبار من المدينة العلمية الذين نشكرهم من هذا المنبر على تعاونهم التام. معنا أيضا النقافة نادى حبلال متعاونة لأقصى الحدود، نادى حبلال التي تشرف على حفل حناء الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة. معنا مجموعة من الهدايا التي ستقدم لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، بعضها هي من اقتناء مكتب أعضاء مكتب جمعية كفاءة مواطنة، والبعض الآخر هدية من المتعاونين مع الجمعية، تجار رفضوا ذكر أسمائهم. نتمنى من الله العلي القدير أن نكون عند حسن ظن الله قبل أي أحد، وحسن ظن هذه الثلة من الناس، وأن نحتسب هذا العمل الإنساني لله وحده، وشكرا لكم.